العراقي الممتاز، حيث تابعنا أربع مباريات ضمن الجولة الثامنة. نوروز تعادل سلبيا مع نفط بيسان، وتعادل نفط البصرة والكهرباء بهدف لكل منهما، فيما انتصر زحو على الطلبة بهدفين. أما ديربي بغداد بين المتصدر الشرطة والوصيف القوى الجوية فتابع حسين الطائن وتابع. تمت الجولة الثامنة من منافسات الدوري العراقي الممتاز بديربي العاصمة بالفعل. قبل الحديث والدخول في التفاصيل والأخبار حول ديربي بغداد الكبير، لابد من الاستمتاع كثيرا بمثل هكذا حضور جماهيري في ملعب الشعب العريق، من قارب 60,000 متفرجا هنا، ومن يقف بمدرجات الشعب الدولي، وهنا من يقول أخضر قلب. في تعداد المباراة نبدأ بالمدرجات الممتلئة بالعشاق والمتيمين، ثم دخول اللاعبين، فسلام واحترام وتحية قبل الصافرة بين القائدين علاء عبد الزهرة وأحمد إبراهيم، ثم التحدي المنتظر بين أحمد خلف والمصري مؤمن سليمان. الطلعات الأولى كانت من نصيب أبناء القيثارة حين سعى محمد قاسم إلى مباغتة فهد طالب الأخير الذي تواجد في المكان الصحيح، والصحيح عند سور القناص محمود المواس كاد أن يحضر لولا القائم واجتهاد فهد طيارة بين الخشبات الثلاث. أولى الضربات الزرقاء عبر الصقر منتظر من بحث بالعرضية عن تحقيق الامتياز، حسين جبار جرب وأحمد باسل صد المحاولة، وسعد ناطق أشرف على إنهاء الخطر بنجاح. سعد ناطق. القسم الأول من الديربي انتهى دون أهداف، والمدرجات في غاية الجمال والروعة تحتفل بحضور المتصدر والوصيف، وأملا بفض للشراكة وإنهاء التقاسم بالنقاط في سلم الترتيب، والتخصص عند هجوم الشرطة بتحقيق الخسارات للأندية التي لم تذق طعم الخسارة هذا الموسم. مشاور المواس وعلاء، كلاكيت جديد بنفس صور نفط الوسط، المواس وعلاء يفكران بطريقة للتسجيل، وعند قدم السوري متعة وطريق ممهد لصدارة الهدافين بخمسة أهداف. تحت أنظار وزير الشباب ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، واصل الشرطة السعي نحو مضاعفة النتيجة، وبشكل مستغرب ما فلح الصقور بتهديد مرمى القيثارة حتى صافرة النهاية. الختام شرطاوي وخسارة أولى للقوة الجوية هذا الموسم. حسين الطائي، صدى الملعب.